اليوم عندنا ورشة عمل حول دور الإعلاميين في تعزيز مفهوم الحق في التعليم لذوي الإعاقة. طبعا تأتي هذه الورشة من سلسلة ورشات تقوم فيها المكتب في الضفة الغربية وقطاع غزة. الهدف منها هو الهدف منها إثارة موضوع الحق في التعليم لذوي الإعاقة. طبعا الورشة تأتي ضمن حملة الحق في التعليم التي ستنفذها الضفة في الغرب في الضفة الغربية وقطاع غزة. دور الإعلام في حق الأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم والتعليم العالي على وجه الخصوص. يعني الإعلام له دور كبير دائما في أي قضية في المجتمع. واليوم هو بده يبرز إنه من حق ذوي الإعاقة شو ما كان إعاقته إنه يكون له دور في التعليم، يكون له دور في العمل في المجتمع بشكل عام. مش انه والله هذا الشخص هو معاق ورح يكون اشي انه يعني محط لشفقة للاشخاص او للناس بشكل عام، او انه اشي يعني الناس تموا انهم يتحاشوا، انه هو اشي فاعل في المجتمع هو ممكن يحقق ويكون قادر على انه يعمل اشي الناس الاصحاء مش قادرين انهم يعملوه.